هذه اللي كتشوفوه مكتبه في الزنقه، فهمت كيفاش؟ اللي جا ها كيفتح الباب وكيدخل ها كتدخل كتختار الكتيب ديالك كتمشي كتقراه وكترجعو. شو الناس اللي كتبغي الشعب ديالها يكون شعب قارئ واعي، ولا جيتي في اسلاس هاد الضو كتشعل الضو فهمت كيفاش، بومبيه اللامبا كيخسروا عليك اللامبا كيخسروا عليك. هادو الدول اللي كتساعد الشعب باش ما يبقاش شي شعب حمار، فهمت كيفاش؟ ايا الحضاره الانسانيه فين وصلت اصاحبي. مكتبه في الخلاء، والله الا في الخلاء وقيفه راه خوتي حق الله العظيم في مغوغه. انا دابا هادي الا نزلتيها له في كاسابراتا ولا في درب غلاف ولا في حسان ولا في مولاي يعقوب ولا في جامع الفنا، في الصباح تجي ما تجبر فيها والو، كلشي غادي يسرقوه شعب اللصوص. شوف 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 الحضارة الإنسانية فين وصلت الخاوة ديالي. أبابا أبابا على بلاد هادي أخي، المدينة الفاضلة والله هادي من المدينة الفاضلة. وانتوما دايش عندكم ديك البلاد الزريبة مدينة القرود كلشي عجب. طبعا خوتي المغاربة هاد الديكور اللي شفتو في الدولة اللي باغا الشعب ديالها يقرا ويفهم ويتثقف ويتطور، نعم ماشي بحال اللي عندكم في الزريبة. المخزن نشر لكم زنقة زنقة، دار دار بيت بيت دوار دوار مدينة مدينة، نشر لكم هذوك اللي كيبيع لكم فتيوتات، كيبيع لكم الهيروين، كيبيع لكم بابيلات، كيبيع لكم القرقوبي، كيبيع لكم الريبلوم، حيت باغيين يكلخوكم فهمتي كيفاش. اما الدول اللي باغا الشعوب ديالها تكون واعيه، هانتوما شفتوا ينشروا المكتبات في كل مكان، لعل وعسى الواحد يجي يقرا ويعمر ديك الراس، ما يبقاش الراس ديالو خاوي عامر غير بشوميشه ومداوله ونيبا روتيني اليومي. جبرتوني كنتفرج في المقابله اللي تتجمع بين المنتخب السويسري ونظيره ويلز، نعم سويسرا غالبه بواحد الزيرو، نعم المهم علينا. دابا انا هاد الايام اخوتي انتم كتشوفوا البارح بدات كاس اوروبا، ما كان عندي غرض نعمل شي فيديو ولا شي حاجه صراحه اي والله، ولكن عرفتكم انتم الاصدقاء ديالي والصديقات ديالي والمشاهدين الكرام ديالي، انكم وان كنا مدمنون ومدمنات على رؤيه وجهي المشرق، لذلك قلت مساكن غادي بقيتوا فيا والسلام، قلت غادي نعمل لكم هاد الفيديو لقيتو فيا غادي تبقاو بلا نعاس، تبقاو تفكروا فين واحد الحفيظ فين هو في فيديو عبد الحفيظ كيفاش ما بانش كذا، قلت صافي صافي نعمل لهم هذا الفيديو ندبر عليهم في هذه السيمانه هذه. جبرتكم واحد الخبر مزيان، الخبر هو كالتالي اخوتي، المغرب عنده طبعا ديك النسخه ديال منار السليمي والرمداني وهذا الاخر اللي نضاف عليهم ديك وجهه التمساح عبد الرزاق الزريدي واخرين، واللائحه طويله فهمتي. المخزن عنده النسخ هادو حتى خارج المغرب فهمتي، عنده في الكاميرون وفي غانا وفي كوت ديفوار وفي ساحل العاج كوت ديفوار، المهم حيثما رحلت ونزلت وحللت وراء الصحراء وفي ادغال افريقيا، المغرب المخزن عنده ديك الكبابل، واحد منهم هاد خينا هاد الممسوخ هذا رئيس سابق لشي حاجه اسمها عموم برلمان العمومي الافريقي، المهم انتهت مده صلاحيته الى الابد فهمتي كيفاش، كان فيما مضى رئيس شي حاجه ديال البرلمان الافريقي فهمتي. بالحق وصل قود كبير فهمتي، ديك الحشرافه بحال داكشي اللي عندنا في المغرب فهمتي، ما كاين غير دبر عليا ونقولها فيك مزيونه فهمتي. البارح ولا يوم البارح خرجوا قال لهم المؤتمر الافريقي والبرلمان الافريقي سيتحارب مع البرلمان الاوروبي لانه يقف مع المغرب وكذا، اخباركم يا اليوم السبت، اليوم السبت 12 يونيو الف اسمن الف، انا باقي في 1900 وقيل هذيك الساعه البيولوجيه ديالي عندي مخربقه انا والله اعلم، ما علينا. اليوم 12 يونيو 2021
12 يونيو 2021. ربما فاتح ذو القعدة ولا ذو الحجة بوعد وما عارف. دابا حنا مسلمين كنعقلوا على الشهر الإسلامي غير في رمضان، كنعقلوا على رمضان وشوال، فهمت؟ تمسخنا. كاينه مسلمين غير بالاسم. ما علينا، اليوم 12 يونيو 2021 من داخل البرلمان الافريقي، من داخل البرلمان الافريقي كشفوا بان ديك الخبر اللي شفتو الاول، ديك انا اللي كيقول اوروبا ولا كامل كذوب ومزور، فهمتي؟ انا نقرا عليكم شي لقطات من داك الشيء هذاك. نعم، فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونقرا عليكم ما اوتينا به. ما اوتينا به يعني ما قراناه، ماشي شي واحد عطاه لنا بحال اللي كما يتصور البعض. بيان للراي العام الوطني. نعم، نشرت وكاله المغرب العربي للانباء، الوكاله الرسميه المغربيه، ومواقع المغرب نعم الاعلاميه الاخرى خبرا يوم امس ادعت فيه ان البرلمان الافريقي قد وجه رساله لنظيره الاوروبي لدعوته عدم التدخل في النزاع الاخير القائم بين المغرب واسبانيا، بل واضافت ان البرلمان الافريقي كال المديح للمغرب على جهود مزعومه في مجال الهجره. وبعد اطلاعنا نحن مجموعه البرلمانيين في البرلمان الافريقي على الرساله المزعومه، تبين لنا بوضوح ان الامر يتعلق برساله مزوره تحث دمغه برلمان عموم افريقيا الرسمي، برلمان عموم افريقيا الرسمي وموقعة باسم الرئيس السابق للبرلمان الافريقي منتهية ولايته منذ شهر ابريل 2020، والذي لا يمثل منذ ذلك التاريخ الا نفسه. وعليه نود ابلاغ الرأي العام الافريقي والدولي بان الرسالة المزعومة لا تعبر باي شكل من الاشكال عن البرلمان الافريقي، كما نود التنبيه إلى أن الشخص الذي انتحل صفة تمثيل البرلمان الإفريقي المدعو روجي أنغودو دانغ هو شخص ليس سفيرا للنوايا الحسنة للبرلمان الإفريقي كما يدعي، وليس لديه أي منصب اليوم في البرلمان الإفريقي يسمح له بالتحدث نيابة عن البرلمان الإفريقي. وانتم كتشوف أخوتي ديك الشيء ما كاين منه والو. وهذا العضو معروف في الأوساط البرلمانية الإفريقية بتورطه في الفساد. وسي نورمال، واش المخزن غادي يختار شي واحد يكون نقي؟ المخزن فاسد كيتعامل مع الفاسدين والفاسدات. والله العظيم هادشي اللي كاين. الصالحون ما يقدروش يتعاملوا مع المخزن، شكون تعرف القضية؟ نعم، إنها نظرية لا يلتقي السالب والإيجابي، السالب والإيجابي لا يلتقيان أبدا. مرج السلبي ومرج الإيجابي لا يلتقيان أبدا. مرج ما عرفتش قلت أنا. هذا العضو معروف في الأوساط البرلمانية الإفريقية بتورطه في الفساد، وخاصة في العمل الدعائي للمغرب الذي درج منذ سنوات على خدمة أجندة المخزن الاستعمارية في القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار بالذات ينبغي التنبيه بأن هذا الشخص لم ينجح حتى في الحصول على ترشيح كما أن الاتحاد الإفريقي قد وقف على الكثير من الأفعال الخارج عن القانون والتي يمكن أن توصف وعليه نود تنبيه الجميع إلى عدم أخذ بأي رسائل أو بيانات موقعة من المدعو. وهذا دليل آخر على فشل المغرب داخل القارة إن البيان الجملة ضروري نقولها معوطة مهمة. لو كان المغرب يتمتع بذرة من المصداقية داخل إفريقيا لوجد إلى جانبه شخصيات ذات مصداقية ولحظي بتعاطف حقيقي وليس مزور بصفات منتحلة كما تصفه هيبا بريس وهيس بريس والزعتر كله. هذا هو لب الإشكال أخوتي، هذا هو الإشكال بعينه. المصداقية ما كيناش، المخزن ما عندوش المصداقية، عنده المصداقية غير في أعين العبيد
الدمادم ليس العبيد المنورون والمتنورون. دابا العبيد والعياش المتنورون والمتنورات هذوك بعدا واخا عارفين المخزن سوق خاوي بالحق هما يتزلفون له لعل وعسى يدبر عليهم فهمتي او لا لكي يتقوا غضبه فهمتي كيفاش. اما ديك العبيد والعياش اللي مسطين مساكن ما عارف يمكن العاشة في العشعوشة لا زاج لبيب الملك وحبيب في اعين هؤلاء وهؤلاء فقط المخزن عنده المصداقيه فهمتوا كيفاه. هذاك عاطين قرينا قال لك البرلمان العربي البرلمان العربي لي زغاب البرلمان العربي يقف بكل قواه الى جانب المغرب ضد البرلمان الاوروبي. يا سلام. ودخلت عليكم الله اخوتي شكون اللي داهم شي برلمان عربي. ها البرلمان العربي مكدس مكدس بمليارات الملايين ديال البلاغات والادانات وكذا والتقارير وكذا لم تتنفذ منه نصف غرام واحد من تلك القرارات والادانات لان العرب صافي طاحت لهم القيمه الى الابد حتى تقوم قائمتهم من جديد. ربما في العقد القادم ان شاء الله ملي غادي تظهر الزعامات الكبيره الموعوده فهمتي كيفاش ديك الساعتين ربما تقوم للعرب قائمه. اما الان فانهم قوم أزلة قوم يعيشون للمره الثانيه في الجاهليه الثانيه ليس الا سويسرا باترت دابا واحد الواحد لا ويلز باترت ويلز خصات واحد نعم. المهم قلت لكم اخوتي ودابا عندك غيري طلع عاوتاني شي واحد من البرلمان العربي ويكدر عاوتاني المغرب يقول له حنايا ما قلنا والو السي المخزن نحن لم نتفوه باي كلمه فيما يخص صراعك مع اسبانيا والاتحاد الاوروبي. ابابا ومشى طلع شي بيان اخوتي بحال هيدا أبابا يا ودي يا خي كتعرف الخوا هذا مخزن صافي سيغن غنونا. يا سيدي عليا با كنبغد كنبغد يا سيدي عليا سيدي علي نعم. ما كنعملش الدعايه انا للشركه الماء نو 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 بسم الله. شوف انا كنشرب باليمين ولكن الكاميرا كتصور داكشي معوج اوكي ما تقوليش عاوتاني علاش كتشرب بالشمال وكذا لا انا كنشرب باليمين اوكي صافي تفهمنا. كيف دابا عليك علاش كتشرب بالشمال علاش كتكمي باليمين علاش فاهم ملح انتبهوا للموضوع باشا لا ما كنعملش الدعايه للشركه الماء كنعمل الدعايه ديال اخو رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى مخاطبا الإمام علي عليه السلام أنا وأنت أبوين هذه الأمة. والمهم أخوتي ها علاش عملت هذا الفيديو هذه العشية هذه غير باش نوضح لكم بأن هذه الأخبار اللي كتجيكم دابا في هيسبريس وفي هيبا بريس وغود تي في وغو 32 وبرلمانكو كاع كاع ديك الوصخ كامل غير كيكذبوا عليكم. وطبعا أضيف إلى ذلك ديك المواقع المحلية بحال طنجة 24 تطوان كدا فاس كدا هادوك لي بيبي ديال هيسبريس حتى هما المخزن حتى هما الخبر في راسكم شنو بغيت نقول لكم. المهم أي خبر يجي يقول لكم أخوتي راه كيكذبوا عليكم. المغرب واكل الشحم فهمتي. أوروبا أدانت المغرب على تصرفه الصبياني الطائش الذي حدث الشهر الفائت. قاتلو اش كتعمل اش كدير اش كدير اسي اش كدير ماذا تريد ان تفعل شنو حاسب راسك جبدت الهدنه مزيان هادشي اللي كاين اخوت. المغرب راه كيطلب السله دابا كيطلب السله بالعلم. شنو قلت لكم انا في ديك الفيديو الاخر قلت لكم ديك التكشكيشه وديك كذا وكذا من بعد غادي يبقى يبوس اليدين ويقول اسمح لي اسبانيا والله ما نعاود اسمح لي قلت ولا ما قلتش قلت اوكي. وانتم كتشوفوا دابا الاخبار اللي كيخرجوا قال لك المغرب يضع اشلاكا المغرب يضع حاجزا ديك الاشواك قال لك حتى هو بدا كيعمل له في الموطع ديال السبته دابا في كاين الحداده
كيزيد من عنده ديك الاشواك ديال الاسلاك الشوكيه ولا صح. اه كيقول اسبانيا شفت انا كنعاونك باش ما يدخلوش الحراقه هذا اولا ديك ما يسمى مجلس المستشارين. قال لك صيفط واحد برا البرلمان الاوروبي يتودده ويخاطبه بموده وكيقول له صافي وحنا يا خوت حتى بعطيتنا حنا جيران صافي هذا جهد مخزن ما فيدوش يا خوتي والله العظيم اني اقول لكم الحقيقه واخا جنون تروم الاحمق غرد وقال له بان الصحراء لك واخا اسرائيل كتجيب الجيوش ديالها لتما وامريكا كتجيب الجيوش ديالها لتما باش تنينر بيهم وكذا وهادي واخا وزيد حق هو المخزن السوق خاوي الى ابد الابدين غير عليك انت ايها الشعب كيتفرعل وكيعمل ديك ها انا الاسد المغوار حيت انت واحد الشعب مطيح الراس وما حدني ذكرت القضيه ديال مناورات الفأر الافريقي. اجي اخوتي ما فهمتش انا واحد القضيه ما فهمتش ظهر واحد خانه شفته في ميديا واحد خانه كتبوا تما الكولونيل شي حاجه العمراني مغربي قائد هذه الفرقه المغربيه اللي صيفطوها للصحراء باش تهز الذخيره ديال الجيوش الاخرى وباش تعمر الشكاير بالرميل كما شاهدنا ذلك. وهذا الشيء كامل قلت لكم انا شعل هذه قلت لكم المشاركة المغربية تقتصر فقط على حمل الذخيرة الثقيلة قلتها ولا ما قلتهاش قلت الحمد لله انتم كتشوفوا داكشي كي يحدث الان الجنود المغاربة والكولونينات والجنيرالات ديالهم الضباط وكذا هذوك لا كاين شي شكاير يعمروهم الرميل لا كاين شي صبابط يمسحوهم ديال العسكر الامريكان حق الله العظيم اخوتي اي والله تي اللي كاين شي بريات هايدا يعطيونهم في يدهم يقولوا الله يرحم يمك دبر عليا ملي تمشي لامريكا صيفط لي فيزا ولا شي لعيبه اولا عطيه التصويره لمرتو ولا لبنتو ولا لاختو يقول له شوف هذه واحد المراه مزيونه لا بغيتي تدبر عليا هذا هو المخزن المغربي اخوتي هذه حقيقه هذه الشيء اللي كنقول لكم حقيقه المهم هذا الضبع هذا الكولونيل هذا بان كيهضر في ميديا كيسقسي ديك الصحفي ديال ميديا كيقول له نعم السيد الكولونير تكلم معنا عن اجواء اليوم الاول للمناورات كذا هيدا بالعربيه هيدا كيهضر معاه بالعربيه لان النشره كانت عربيه النشره كانت باللغه العربيه ما كانتش النشره باللغه الفرنسيه ولا بالاسبانيه ولا بالانجليزيه كانت نشره باللغه العربيه والصحفي يساله بلغه الضاد يا سيدي الكولونير ماذا يمكن ان تقول لنا في اليوم الاول من المناورات هو يقول له ديك انا alors je pense que j'adore que les avions de quoi peut-être que moi ça les armées de il faut que mais maintenant il faut regarder là-bas c'est beau là علاش كتهضر بالفرنسي علاش كتهضر بالفرنسي واش انت كولونيل فرنسي هذه هي الاولى واش انت الناطق الرسمي بالجيش الفرنسي هذه هي الثانيه علاش كتهضر بالفرنسي علاه واش دابا حنا في المغرب كيفاش مستعمرين عند فرنسا شرحوا للشعب المغربي قولوا له من انتم ها هذه هي الحقيقه انتم جيش فرنسا لحمايه مستعمراتها في شمال افريقيا انتم لا علاقه لكم بالمغرب وهذا هو الدليل هذا الشيء اللي كنقول لكم دابا يا كاين الجيش الامريكي وكاين الجيش الهولندي وكاين الجيش البرتغالي وكاين الجيش المهم شي سبعه الجيوش كاينين تما اوكي علاش تهضر معاهم فرونسي واش فرونسي هي اللغه ديالنا حنايا اشي تهضر معاهم بالدارجه المغربيه هضر معاهم بالعربيه ها اوكي اولا سيدي كاع باغي تفهم لهم شي حاجه يعني هضر معاهم باللونجلي علاش تهضر معاهم بالفرونسي ها فرونسي هضرتي فرونسي غادي يجيبوا المترجم باش يفهموا شنو كتقول بحال هتهضر بالعربيه غادي يجيبوا المترجم هتهضر بالفرونسي غادي يجيبوا المترجم اذا هضر باللونجلي اخي هضر باللونجلي باش يفهموك بلا ما يديروا مترجم اه لما كتفهمش تهضر باللونجلي يجيبوا شي كونولي اخر كيهضر باللونجلي صافي شديت المثل علاش تهضر بالفرونسي علاه اه كيعمل اه مي الوغ كنت بو اه الفوزي الفوزي اجوري مي مي لا دو لا 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 بروشين سيمين الفوزي لا با هاتي يطلع لي واحد الدم اخوتي كتحرط لي واحد الدم الخاوه فشعرت بانني اتمزق فشعرت بانني اتكسر فشعرت بانني اه لو كنت صاروخا بلصيا طرت من مكاني هذا اليه وانفجرت فوق راسه
وما حدنا باقي في الاجواء ديال المناورات وديك الشيء. اسبانيا اخوتي رفضت، اسبانيا رفضت تشارك في المناورات. وي وهادشي ما كتقولولناش هيسبريس. نعم انا بعدا لست من قراء هيسبريس، ولكن كنشوف التعليقات ديال هادوك اللي كيقراو هيسبريس في الفيديوز ديالي كنعرف بان شنو كتقول هيسبريس. مالي اسبانيا امتنعت وامريكا تدخلت، قالت لها علاش ما تشاركش، قالت لها مرحبا بك عندنا، مرحبا بالجا عندنا. فهمتي كيفاش امريكا كتهضر مع اسبانيا؟ قالت لها شوف مرحبا بك عندنا. زعما المغرب ما عنده حتى دخله، المغرب ما عنده حتى دخله اخوتي. ما يحدث في المغرب، القوات الاجنبيه اقصد، يعني المغرب ما حاسبيناهش. المغرب القوه المغربيه والامن المغربي والمخابرات والدوله والحكومه كتكلم الشعب، باش الشعب يبقى فتح دقمو، اما هما خدامين الشغل ديالو. فهمتي كيف؟ الله يلا لا مالي لا مالي. قالت له اجي مرحبا بك اجي. اسبانيا قالت له لا 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 انا عندي تذكير مع المغرب هاد الايامات ما فيها من هود. امريكا قالوا لا اجي 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 ديري معنا المناورات شمن المغرب شمن كذا. حق الله لا. اسبانيا قالت له لا لا اسمح لي ما نعاودش هاد المره. لا 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 قالت له هاد المره لا، هاد المره اسمح لي يا امريكا، هاد المره انا ما اتفقش معك، صافي انا ما غاديش نجي نحزر المورو عليا وداك الشيء. وبريطانيا القوة العظمى كذلك قالت بأنه عسكري واحد من بريطانيا ما غاديش يسمحوا له أن يطأ أرض الصحراء الغربية. نعم ولكن ملي كنشوفوا داكشي ديال المواقع المخزنية كيبداو علينا المناورات تحدث فوق الصحراء الغربية، كيقولوا الصحراء المغربية، فوق الصحراء ولا المغربية. وانا اخوتي يمكن في شي بلاصة صغيرة هيدا شي 50 دمتر وهيدا في شي لعيبة في شي قنت يمكن تم صيفطو هيدا شي مدفع ولا شي لعيبه يمشي ويجي وكذا. اما باش تقول زعما واحد التواجد هيدا عملاتي فوق الارض الصحراويه، والله اخوتي ما وقع. هانتوما اسمع، وزير الداخليه الفرنسي الاسبق قرار البرلمان الاوروبي خطا وافتقاد للحكمه والنضج. بزاف ديال الحاجات قريتهم بحال هنا، بزاف المواضيع بحال هيدا. المخزن كيعطي الفلوس ديك الاصوات اللي لا بتنش ولا بتهش. فهمتي كيفاش؟ ما كانت ربما في شي وقت عندها شي منصب ولا شي صحفي هيدا كاع ما معروف، فهمتي، كيعطي لهم الفلوس يغدق عليهم من اموال الشعب المغربي باش يكتبوا شي مقال وهيدا ويقولوا المغرب عنده الحق. والله هذه اللعبه المخزن، المخزن فعيلي ما عقلكم ولا المخزن هو الفعيلي ديال الكره الارضيه، الفعايل والسالم ماشي الذكاء، نو الفعايل داكشي ديال مسعال كثير. رسالة غامضة من الوزير الراميد بعد ساعات من تداول خبر استقالته من العدل والتنمية. امشي للطواس انا نقول شي هضره، مشي ليمك ماشي غير استقل من العدالة ولا سقط من الحايز بعد قدامي انا من... يدروا لي على استقالة الراميد على العروبي خانز الفراقش السارق المجرم، مشي ليمك كذب على الحمير ولا شوف على ما تكذب. انت موجود ولا ما موجودش؟ لا بتهش ولا بتما. اسكت اسكت اسكت. اسابيع قوية لانتخابات حزب الاستقلال. يما مهازل الزريبة لا تنتهي. فيما يخص الخبر اللي يتداوله كل الناس، نعم الخبر اللي كيهم الجالية المجلية اللي كتفكر في الذهاب الى المغرب لقضاء فترة العطلة الصيفية. نعم وكأن الكرة الأرضية كاملة ما فيهاش شي مطاع باش يجوزوا الصيفية إلا في المغرب. هذا مالينا مالي دابا كيفاش القضية؟ الموانئ في إسبانيا منعوا عليهم أنهم يتعاملوا مع الجالية. دابا شنو هذا التخربيق أخوتي؟ دابا بالنسبة لهذا هادو حمق هاد الجاليه اخوتي، هاد الجاليه اللي مازال غادي يمشيو للمغرب وخصوصا هاد العام هذا، والله العظيم الا مسطين بمعنى الكلمه، لان المساله واضحه وضوح الشمس في كبد السماء، مساله واضحه. السيد كيضرب على المصالح ديالو، ما كيفكرش في الشعب بحال اللي كيقول لكم شعبية العزيز. شنو هاد المصيبه الكحله هادي؟ كيفاش انا غادي نقول لهم ما تجيوش من الخزيرات، ما تجيوش من طريفه، وما بغيتي الناس يجي؟ ها ما بغيتيهم يجي ويجيو من فرنسا يطلعوا حتى لفرنسا ويمشيو ايطاليا ويجوزو يضربوا 1500 كيلومتر. ها والدوبلي ديال البيت اللي كيسوى 300 الاورو رجع كيسوى 2000 الاورو. شنو هذا التخربيق هذا؟
والله العظيم الا نتوما حمق اللي غادي تجيو للمغرب هاد الصيف هذا. حمق حمق، انتم حمقى بمعنى الكلمه. اسمع اخي اسمع، بالنسبه للناس اللي موالفين كيمشيو في الطياره هذاك موضوع اخر، هما طبعا قلالين شحال شي 10% كيمشيو في الطياره ياك يعني. 90% كتمشي كيهودوا في ديك العقابيد الاسبانيه هاي 90% كيمشيو في الطوموبيله. هاد 90% زعما اللي كيفكروا يمشيو للمغرب دابا في هذا العام هذا وما يجوزوش على اسبانيا ويطلعوا لفرنسا ويخلصوا الدوبلي، والله العظيم الا حمق، حق الله العظيم الا حمق. اي والله. اما بالنسبه للجاليه المجليه المقيمه في اسبانيا وغادي تجي للمغرب دابا، هادوك ماشي حمق، هادوك مسطين مره. غادي نطلع انا من بيتيز من سيفيا، ولا غادي نطلع من مدريد برشلونة، غادي نطلع من السيلتا، غادي نطلع ونقوز هايدا نمشي لفرنسا وندخل لك كتعرف الف ديك الكيلومتر باش نصفي زت يا فوق. واحد خينا قال له شفتو كي ضرب ايامات في الانترنت كنت كتهضر مع شي قناه غربيه قال له كيفاش هاد القضيه ديال الحكومه ديالكم اتخذت هاد القرار، واش ما راعتش الشعب، واش ما كتفكرش في الشعب الجاليه؟ ويقول له لا هو في الحقيقه ما وقعش شي حاجه، ما وقع والو، اللي كاين هو المغاربه غادي يطلعوا من اسبانيا يجوزوا لفرنسا باش يجيو للمغرب. عندو الصح ما وقع والو، لان القطيع صافي دابا في العبوديه اللي تيقولوا له تيديرها. انا والله يماكم لا بعدا انا كان على راسي الا كنت الدنيا هانيه نمشي للمغرب ونجي فوقاش ما بغيت وكذا ها في هذه الحاله والله ما نمشي. اي والله غادي نجلس نجوز فاكونس ديالي مضخم مع راسي هنايا. اي والله ونقص الثمن وما كاينش حرق بالراس وفي الامان والمامان. علاش غادي نهود انا؟ شنو كيعجبكم تما؟ كيعجبكم تمشيو تدحسوا في بني مكادا في كاسابارتا وفي درب غلاف؟ كيلزمكم تدحسوا على بعضيتكم. دحس عليا دحس عليك، راه شي نص كيلو تاع الحنه، راه شي 4 كيلو تاع الابزار، ندي معايا الاوروب. كيلزمكم ديك واحد من ديك العياشه المسبومين كتب لي في هذا الفيديو الاخر ملي كنت كنهضر على القضيه ديال من الاحسن ما تمشيوش شي فاكونس هذا العام المغرب، كتب لي تما ها في يمك. قال لي والله يمك حتى نمشيو، نمشيو بزز من يمك والله حتى نمشيو للمغرب. واش نتينا ما ممنوع ليمك تدخل المغرب؟ بغيتي حتى حنا ما ندخلوش للمغرب؟ زعما ما طا زعما عقبيه، فهمتي عقبيه كذا. سمع اخي سمع، الا يا كنت معارض يا ما كنتش معارض، هذه الكلمه كنت دائما كنقولها، دائما كنت من الذين يتبنون هذا الراي. اي والله كنت كنامل بان الجاليه المجليه هي واحد ورقه ضغط تقدر تمارس على المخزن، وكنت كنقولها في المنتديات ديالي ملي كنكون مع المغاربه هيدا، ملي كنكون مع الشعب المغربي كنقول لهم اجي علاش كتمشيو للمغرب كل عام؟ هادي دابا نتوما كنتو كتشكاو ومازال كتشكاو، القضيه ديال بيتيس غاليين ديال الطيار، اوكي؟ القضيه ديال الطيار غاليين، دائما غاليين كانوا غاليين، ودائما نتوما كتشكاو، اوكي؟ ولكن ما كتعملوش شي واحد الخطوه باش ديك الشيء يتبدل، خطوه سهله غادي تعملوها، ديك الثمن ديال البي ديال الطياره غادي ينزل 70% أولا 80%، والله يا يما حتى ينزل 70% 80%، نعم، خطوة صغيرة، شنو هي؟ ما غاديش يتركبوا في الطيارة هذا الصيف هذا، وما غاديش يتركبوا في الطيارة الصيف اللي ما جاي، بزز من يماها الرويال إير ماروك غادي تنزل الثمن ديالها 70%، بالحق أنتم ما كتعملوش هذا الشيء، أنتم مسحورين، سحر يماكم المخزن، والله العظيم. انا قلتي ديجا قلت لكم واحد الحاجه وقعت لي في الصيف ديال 99، هذه قلتها في الفيديوهات السابقه، نعم في الصيف ديال 99، صيف 1999، لا هذه المره جبتها لاصقه ماشي 2099، نعم ركبنا في الطياره هوادين زاد ران 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 ملي هودت الطياره اخوتي في مطار بوخل في الدولي، واقسم بالذي بعث محمدا بالحق اني احكي لكم الحقيقه كما شاهدتها بعيني وسمعتها باذني. ملي نزلت الطياره اخوتي ديال القطيع ديال الجاليه المجليه، نزلت في المطار ديال ابن بطوطه او ابو خلف في طنجه، هي نزلت اخوتي وحسينا بالرويد ديالها، الرويد ديالها اذا كيبيدالي. المهم حسينا بالروايد ديالها كتعرف ديك الفرحه لا تتصورها،
ملي كتحس بالروايد صافي نزل الناس ديك فرق ديك التريسيرا ملي كيطلع ديك البيلوت ديك السيكوندا ولا التريسيرا كتحس كتقول صافي تكلمات الدعوه وغادي نحسوا بالرويده اخوتي بشرناد بشرناد كتعشني بشرناد والله العظيم انني اقسم بالله العلي العظيم للمره الثانيه وليس من عادتي ان احلف كثيرا ناض ديك البشر اللي تما اخوتي وبدا كيقول عاش الملك عاش الملك حق الله العظيم اخوتي والله يعطيني انا عيت ما كندعيو تيقول لا تي ناضو كيقولوا عاش الملك المجرمين وتصور عباد الله وانا جالس هيدا واحد خنا تا هو من النوع ديالي هيدا شفنا بعطينا صدفه هو عمل لي عملت له انا دابا في هذا الوقت ما كنت معارض ولا هم يحزنون كنت انا كنبو بحالي بحال القاطع والعياشه المهم قلت ناضو كيفاش هادشي هذا كيفاش هاد القضيه اخوتي عاش الملك الطياره نزلت عاش الملك واش هذا ماشي الشرك بالله اخوتي عادي يقولوا الحمد لله لقد وصلنا بسلام اللي غادي يصلي شي ركعه اللي غادي يسلم على خاه اللي غادي ها اولا شي تزغريتها ولا شي ناضو بالرجال بالنسبه بالصغارين الكبارين عاش الملك عاش الملك والطيارة كتعمل ديك هما كيعملوها عاش وشافري عاش شعندك الخوة شعندك جلس جلس بيانو بيانو تسنى صاحبي تسنى حتى توقف الطيارة لا تجي عليك ويهبطوا باكاج وغوت ديك الساعة لا والو ما كيتسناوش زربانين الطيارة باقا ما شافانتي باقا ما شافت ديك 500 كيلومتر في الساعة والله العظيم اخو بشر هيدا مكالي هيدا ووقف عاش الملك عاش كلمن هاك كلش نهال انا في حلم عاش الملك ومراه عاوتاني السمنيه كتعدل فيها عاش الملك كنت شنو هذا السخط هذا شنو هذا المصيبه الكعله من هؤلاء من انتم ديك الصيف هذاك اخوتي ما قاز لي كحال من ناحيه وبيض من ناحيه اخرى علاش كحال حيت كنتفكر ديك المشهد ولكن بيض ملي كنت كنجلس مع الاصدقاء وكنبقى نعاود لهم الديكور كنبقاو موت وبالضحك كيقولوا حلف بالله عبد الحفيظ كنقول لهم اقسم بالله كيعملوا كا 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 عاوتاني كنجلسوا في ماروكو بالاس عاوتاني كنعاود لهم كا 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 كنجلسوا في نبطون وكنعاود لهم كا في مجلس ما كاينين كعكعك كيقولوا لي دوز الصح كنقول لهم والله العظيم اخوتي لا دوز الصح حيت ديك المشهد هذا كان جديد عليا انا شخصيا عمري ما شفت ديك الديكور اخوتي صراحه كانت اول مره وكنتمنى تكون اخر مره نعم مزيانه الطياره نزلت من كيقول عاش الملك الكفر صاحبي الشرك شعب مشرك وهو لا يشعر هذا اسم الشرك بالله ايه والله هذا ما عندوش شي اسم اخر شعب مشرك بالله وهو لا يحس ولا يشعر هي هذه القضيه اش دخل عاش الملك في الطياره انا ولا الشعب حريرتكم حريره الله يسر وصافي عاد قال لك علاش الجفاف في المغرب علاش الدعاره علاش المغرب متخلف علاش نازل علينا البرلمان الاوروبي علاش شعوب الارض ما كتحملناش شعوب الارض ما كتحملكمش ايه والله لان كتعرف القيمه ديالكم اذله مدلول شعب مدلول شنو المعنى انا اختي باقي لي حد الساعه ما فهمتش واش دابا ملي كانوا كيقولوا عاش الملك والطياره باقا نازله زعما كيفاش زعما الديوانه كيسمعوا زعما هذوك اللي في الديوان الداخل كيسمعوا عندهم الودين داك كيسمعوهم كيغوتوا باش يقولوا والله الا كيقولوا عاش سيدنا صافي هادو يدخلوا بلا ما نبرسطوهم بحال تخرب مخربط في الراس ديالك وانا نزلت وملي مشيت للطبار هي تقول لي خيتي طلع السر حق الله العظيم اخوتي حيت بنادم هادوك اللي خدامين تما في المطار اللي كيكونوا كيتبعوا ديك اللعيبه كيكونوا كيعرفوا بان بنادم اللي كيوصل بسلام كيكون فرحان فهمتي كيفاش حتى هذه ديجا عاودتها في فيديو سابق نعم هاد القصه انا غادي نطبع وهي تقول لي ودابا شحال ديال الناس كتهضر معاهم تما ملي كانت كتطبع لهم ما كنتش عارف شنو كاين حتى غادي نوقف انا عاوتاني عاد غادي نعرف شنو كانت كتقول لديك الناس نعم قالت لي ايوا على سلامتك ايوا طلع اخويا طلع على كاين الصرف طلع على كاين شي صرف قلت لها شنو اختي قالت لي طلع ديك الصرف اللي عندك شوف اخوتي بلا ما نبقى نحلف حق الله حق هادشي اللي كنقولو حقيقه حق الله العظيم انا عاوتاني كنحلف اعوذ بالله بسر قلت لها شنو نطلع قالت لي طلع اخويا داكشي اللي عندك لا كاين شي دوفيز قلت لها طلع
وانا فهمت انه كاين مزيان ديك الساعه الا عملت هيدا عملت هيدا جبرت اخرين ديك الكرايديه وقفل هيدا كيحرزوا حتى هما متفقين هما عصابه فهمتي كيفاش طلع عرفتي غدا ان شاء الله في الثلاثه اجي الكافي باريس كتعرفها ياك غنكون جالس تما اجي مرحبا بك ونتقهوى ونجلسو ونتاكلو ونطلع ديك الشيء كامل ويا عرفتني كتعرف عرفتني كتعرف عماد حمدي شفت فيا هيدا قلت لا لا خويا لا ما عرفتش عندي ما ندير انا الكافي باريس هذا هو المغرب ديالكم هذا هو الزريبه هذه هي الزريبه ديالكم هذا هو المغرب ديالكم عباد الله بنادم وقف في الديوانه كيقول للشعب طلع اريني الصرفات في هذه السعايه والطيطاي كحكحنا هموم الزريبه صاحبي والمآسي اللي في الزريبه بعد خطرات كترجع كوميديا اي والله ولكن ملي كتبقى تعاودها بنادم كيجيب الله بشي شكل كيفاه ما كيبدا يكتب لك تما خائن ما خائن كيفاش خائن لي يماك كيفاش كيفاش بنادم اللي كيقول المغرب فيه الديكتاتوريه وفيه الحقره وما فيه شي حقوق الانسان هذا في نظرك خائن شكون اللي ماشي خائن هو اللي كيقول عاش مالك لا دجاج لا بيبي الملك هو حبيبي هذا هو اللي ماشي خائن يعني. هو اللي كيقول اخرات اطفالنا فداك يا صاحب الجلاله هذا هو اللي ماشي خائن يعني. امشي ليماك امشي ليماك ومشي لبابك امشي مزيانات فوقاش ما تنتقد الوضع الداخلي اللي ما في يماه ما يتشاف بشهادة البشرية جمعاء كيبداو عليك الخائن انتوما عبيد انتوما ما قدرتوش تتحرروا من العبودية هذا هو المشكل فيكم ماشي فينا حنايا المشكل فيكم في ذواتكم انتوما العبودية مجدرة فيكم ما قدرتوش تتحرروا من ديك الاغلال ديال العبودية اللي كبرتوا فيها في المغرب واخا مشيتوا هاجرتوا وخرجتوا من الزريبة وعايشين في امريكا وعايشين في اوروبا وعشرات السنين وانتوما تما ولكن الروح ديالكم باقا مكبله بالاغلال ديال المخزن والمقدم والخوف امشي ليماك امشي امشي هاد السكت هذا شنو نفع المغاربه المغاربه شنو نفع لهم في هاد السكت ديالهم 60 سنه هما ساكتين الامر يزداد سوءا يوما بعد يوم لا تحسن لا امل يلوح في الافق والو الدعارة الفقر البطاله الحريق واش هادشي دابا ساعة خصنا نبقاو نفكركم نذكركم به ولا كيفاش؟ واش ما شفتوش المغرب كامل ماشي حرق السبتة؟ البارح ما شفتوش هاد السيمانة اللي فاتت أقصد ما شفتوش الشعب المغربي كامل ماشي حرق في البحر؟ ما شفتوش الأطفال المغاربة حارقين قاطعين القارة هادشي كاع ما كتشوفوه؟ كيفاش كتقولوا لي أنت خائن؟ كيفاش خائن؟ كيفاش خائن؟ كيفاش خائن؟ خصني نجلس ونقول عاش مالك ومالك مضخم، مالك ديالنا مضخم الخاوة، عاش مالك، مالك ديالنا مضخم الخاوة، كيمشي في الغايس، عنده اللحية وشعبي، الخاوة، وهو هادوك اللي مدورين بهم اللي سارقين المغرب، أما هو مضخم الخاوة، هو حلو، والله هو حايل، وكيكحكح كيعملنا هيدا. كيقولنا بوسو لي الكتفة ديالي ملي كنبغيو نبوسو لي يدو كيعملنا هيدا الكتفة هو حلو متواضع واخا شنو خصكم دابا حنايا نبقاو نهضرو بهاد الطريقة عاد كنبانو لكم بأننا مواطنين حقيقيين يعني حنايا اللي كنوصفوا الواقع كما هو واللي كتعرفوه نتوما كنبانو لكم حنا خوانا إذا نتوما اللي الخوانا الكبار وما نتوما حيت نتوما خصكم ديك المسرحية تبقى مستمرة إلى ما لا نهاية و أنا موضوع المانيا موضوع المانيا باش ما نساوش خصكم تعرفوا اخوتي بان المخزن كيتحرش بالمغاربه الالمان وبالالمان اللي عايشين في المغرب اولا اللي هما دابا فاكونس في المغرب ملي كيمشيو للقنصليه المانيا او للسفاره المانيا كيبقاو يعملوا لهم ديك العكلي في الشكلي وكذا المهم كيبرسطوهم المانيا دابا طلع على الدم نعم المانيا قالت لهم المانيا تدعو مواطنيها المقيمين بالمغرب الى مغادرته فورا عبر الرحلات الخاصه نعم شغل الدراري الصغار كيدير هذا المخزن هذا المخزن ما شاربش عقلو اخوتي اي والله غلمان يسيرون الزريبه ماشيين بالاهواء ديالو ماشيين ديك فهمتي ديك الاجراءات العفويه والقرارات الاعتباطيه ما كيدرسوا ما حتى شي حاجه ماشيين هايده في الهوس والسلام فهمتي كيفاش والله العظيم هذا هو المشكل ديال المغرب اخوتي الحكماء ما بقاوش في المغرب اهل الحكمه ما بقاوش رجعوا غير العياشه والقروده والعيسيه والخوافة وبركاكا والباترون ديالهم كيصرفق فيهم هيدا ودبر عليهم مرة مرة هيدا وصرفق دبر صرفق وما فرحانين وعاجبهم الحال وحق المغرب مشى للتهلكة مشى إلى ما لا نهاية صافي المغرب مشى أخوتي المغرب مشى المغرب مشى بمعنى الكلمة.
فيني فينيتو. كذلك من الاخبار اللي اثارت الانتباه ديالي هذا الاسبوع هذا المنصارين، قال لك سيدي المغرب يفتح المساجد. قال لك فتحوا لهم المساجد. لطيف. نعم، العاهل المغربي كما قرانا في المواقع الدوليه، العاهل المغربي يأمر بفتح المساجد. لقد جاء المؤمن ليفتح المساجد. حق لكم الطواليطات يبقاو مسدودين مع الابقاء على اغلاق المراحل. وشوف تحت في الدوزي هذيك القربوزه كتضحك هيدا وكتفرنس وكتقول يعني بفرحه هيدا وكت... ولقد تم اتخاذ قرار بفتح المساجد في ربوع المغرب مع الابقاء على اغلاق المراحل. كيفاش الاغلاق على اغلاق؟ الجوامع تحلهم والمراحل تخليهم مسدودين. الجوامع تحلهم والطواليطات ديال الجوامع تخليهم مسدودين. الجوامع تحلهم والكابينات تخليهم مسدودين. كيفاش هاد القضيه؟ دابا بنادم الى ماشي يصلي وحزق في الطريق شنو خصو يرجع للدار ولا كيفاش القضيه؟ او لا يكمل يمشي للجامع ويتيمم. لا يجوز، لا يجوز التيمم اذا حضر الماء او لا. قال لك سيدي لان المراحل تسبب في انتشار كورونا. لا هذه ما كايناش، هذه ما كايناش كورونا، ما عندها حتى دخله في التبول او لا في البراز، ما عندها حتى دخله في هذا الشيء. هذا كورونا الا كاين شي اختلاط هيدا عن قور ولا كاين شي ملامسه، اما داك الشيء الذي ما عنده حتى دخله في الجرثومه ولا في كوفيد ولا ما. اذا حنا خصنا نسقسيو هذاك الضبع ديال احمد التوفيق، اكبر منافق فوق الكره الارضيه، هذاك وزير ما يسمى الاوقاف السحريه في المغرب. اخوتي هذاك خصكم تعرفوا، هذاك راه ما قريش الدين ديك بنادم، هذاك عنده الاجازه في التاريخ ولا شي لعيبه بحال هيدا، يعني هو متطفل على الحقل الديني، متطفل على الحقل الديني، ماشي متطفل، المهم المخزن عملو تما، حيت هو واحد عبد دليل زعما، ماشي هانتوما كتشوفوا كيفاش كيكون جالس كيبقى يجبد في الراس ديالو فاهم ليا. كيكونوا كيصليو النقل المباشر كيعمل الراس ديالو هيدا توفيق كيعمل هيدا ما فهمتي زعما اني لك فعل ما تشاء يا سيد. قال لك هذاك اخوتي هذاك عنده قصار في الرباط، عنده فيه الديسكوتيك وعنده فيه بار وعنده فيه موطا د العائلات فين كيعملوا ستريبس ديك اللعيبه هيدا ديك العكاز كيبقاو يدورو هيدا. احمد توفيق هيدا سمعنا عليه، قال لك هادشي هو عايش في البضخ وفي الويسكي والتنافح والجنس وكيلبس جلابه بيضاء وكيقول لكم قال الله تعالى والشعب مطرنل. انا من وجهات نظري الخاصه والمتواضعه هذا القرار ديال فتح المساجد مع الابقاء على اغلاق مراحلها، بالنسبه لي انا كنشوفها هي قضيه جس النبض. المخزن كيجس النبض، كيشوف واش هاد الشعب هذا عنده شي ذرة عقل ولا شعب مسطي، كيشوفوا واش فيه شي عزة نفس ولا سيفيني، كيشوفوا واش شي شعب فايق ولا ناعس. هذه هي القضية وهذا هو التحليل اخوتي، ما عندها حتى دخلة في الكوفيد ولا في الجرثومة ولا في والو، باغيين يشوفوا ديك الشعب هذاك، هذاك الشعب هذاك واش عنده شي ردة فعل. الشعب مابقاتش عنده ردة فعل، يحدث ويحدث فيه كل شيء هو كيتمنظر. انا فهمت هاد القضيه، على عكس باقي شعوب الارض، شعوب الدنيا كلها دائما كتجبر كتفاعل مع القرارات ديال الحكومات ديالها ودي الدول ديالها، واخا ولو اقتضى الامر يخرجوا للشارع وياكلوا الدق ويتضربوا ويضربوا ويدخلوا الحباسات ويموتوا. حنا والو، بيبل جالس لي غير في القهاوي رجل على رجل والهضره خاويه ودا طنطم تبرقيك وكدا والوش ويجيب لهم الله كيفهموا في السياسه ملي بقاو يقولوا ديك الهضور من قبيل. سيدنا سيدنا مسجد المريصات كيعدلوا له الطريقه، صافي دخل طنجه. سيدنا سيدنا غادي يقول الصيف تما مع الكابو نيغرو. سيدنا هو الكاستيو يتسوق تما، سيدنا زعما كيهضروا في السياسه. تهضر في السياسه برادار، هي تقول ايتها الدوله ماذا تصنعي بينا، ماذا تصنعي بالمواطن، تم عرف راسك كتهضر في السياسه. وكنقدم واحد التحيه، تحيه اجلال واحترام، اي والله تحيه اجلال واحترام لهذا المواطن المغربي هذا. وفي مدينه طنجه سمعتو كيهضر اخوتي هذا الصباح هذا، حيت اليوم السبت هانتوما عارفين الواحد كيفيق بكري شويه كيتريض كيفطر كيدوش كيسمع شويه الاخبارات، وسمعتو كيهضر هذا السيد هذا وعجبني بزاف
عجبني بزاف واحد العباره قالها، نتمنى تسمعوها حتى نتوما وتفاعلوا معها وتفهموها. سمعوا شنو غادي يقول هذا المواطن. هذا مواطن من حي برشيفة. حي برشيفة هو واحد الحي شعبي في مدينه طنجه، حي جميل. مواطن من حي برشيفة، اهمال جماعه طنجه وسوء تسييرهم جعل الحي كيعاني من بزاف ديال المشاكل. المهم هو غادي يتكلم في الظاهره ديال اللي كاينه ديال الاهمال وداكشي، ولكن انا اللي اثر الانتباه ديالي هي ديك الكلمه الاخيره اللي ختم بها. هذيك الكلمه وهذاك الاسلوب الى تعمم في المغرب غادي يتقدم المغرب. اخوتي لا تنقص من التلفزيون، خبركم انا عندي تيليكوموند كنهضر معاك كي بدال حق الله العظيم. نشوف واش تنقص، لا نقولها باللغه اللي هنايا يعني. شوف دابا انا شوف انا كنتفرج دابا في بي بي سي 1. اسمع بي بي سي 1 انا غادي نقول له اعمل لي الدوزيم ديالك. الدوزيم حشمني والضلحه لا خصني نتكال واحد بوطو. دوزيم حشمني والضلحه. غادي نشوف ناسيونال جيوغرافي. اوكي ناسيونال جيوغرافي اش عند انا نزبل ناسيونال جيوغرافي. دوزيم لا هي ملي كتعكس بزاف. اش غنبقى نحلف لكم عاوتاني؟ نبقى نحلف لكم حق الله العظيم الا كيخدم بالصوت ودابا تعكس بزاف. كتسكي هنايا تيهاد بويق هذا هاد بوق هذا كتسكي عليه وكتقول الاذاعه اللي خصك كتخرج تما. هذا بالنسبه للناس اللي ما فيهم ما يتحرك. اش من ما يتحرك انت اللي كتسكي؟ اللي ما فيهم ما يتكي فهمتي، ما فيهم ما يتكي وهذا خصهم عليه يهضروا. المهم ها هي اللقطه اللي بغيت نسمعها لكم. ها هي سمع طنجه الكبرى لولا لحفظ الحق ديال ساكنه مدينه طنجه ان لولا التدخلات ديال الملك فيما يخص احتضان طنجه الكبرى كنظن بان هناك فشل سياسي. ديريك تقطع عليه هذيك خانة ما خلاش يكمل. سمعتوه شنو هذا كيقول هذا السيد هذا البطل بطل قومي انا كنشوفو هذا. سمع طنجه الكبرى لولا لحفظ الحق ديال ساكنة مدينة طنجة أن لولا التدخلات ديال الملك فيما يخص احتضان طنجة الكبرى كنظن بأن هناك فشل سياسي. المهم أنا ما غاديش نتناول الموضوع شنو كيقول هذا السيد في القضية ديال التدخل ديال الملك وكذا وطنجة الكبرى، هذا موضوع ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو هذا السيد هذا ملي ذكر كلمة الملك قال عادية، قال لولا التدخل ديال الملك كذا. ماشي بحال داكشي اللي كنشوفو ملي كيذكروا الملك كيبدا الملك نصر الله الملك صاحب الجلاله الملك عبد الله الملك سيدنا هضر معوض بحال اللي كيهضروا الناس في العالم باسره. ديك المصطلحات الدل والعبوديه ما تبقاش تستعملها الشعب. خطابي موجه للشعب الفقير الجيعان، ما كنهضرش مع هذوك اللي مدبرين على راسهم. هذوك ضروري يقول سيدنا ويقول جلالة الملك حيت عارف راسو مدبر مزيان. اما بالنسبه لكم نتوما الا جات شي كاميرا تهضر معاك ملي تذكر الملك قول الملك عادي يا صافي، الملك غادي يجي غادي يمشي، الملك عمل صافي بلاديك سيدنا ولا صاحب الجلاله ولا كذا. صاحب الجلاله هو الله سبحانه وتعالى ما علينا. قلت لكم انا هاد خينا شفتو هاد السيد هذا عجبني بزاف. اي والله قلت الحمد لله الشعب المغربي ماشي كلشي عبيد ماشي كلشي عياشه. كاين الناس اللي مسكينه ما باغيه التحرر وباغيه تتقدم، ولكن كيشوفوا الاغلبيه ديال الكلاخ والعبيد والعياشه اللي مكلخين ما قراوش في المدرسه بشكل الله يحسن العون. غير عاشا سيدنا. المهم يعني هذا موضوع اخر. دابا سمعنا قال لك اسيدي طنجه تتزين لاستقبال الملك. نعم النخال كيتزرعوا في الطرقان والطرقان والزناقي كيتسيقوا وكيتجففوا. طنجه تتزين لاستقبال الملك. هذه واحد جوج سيمانات قريت في واحد الموقع اخر تطوان تتزين لاستقبال الملك. ما شفنا استقبال ولا هم يحزنوا. دابا قالوا لنا طنجه تتزين لاستقبال الملك وحنا غنشوفوا الاستقبالات. وقيلا جاي يستقبل سلمان بن عبد العزيز. دابا سلمان بن عبد العزيز 3 سنين ولا 4 سنين هو ميك على طنجه فهمتي كيفاش، ودابا جا توحش طنجه وجاي بحر في طنجه وكيجيب ديك الجهاله ديال بني عبس وبني عبد الزبيبه وديك بني هلال كيجيبهم كاملين من اهل طنجه. نعم
كيجيب ما عرفش عن امير السواعده كيجيو يفسدوا في طنجه وكيجبروا الدوله المغربيه كتستقبلهم. المسؤولين في مدينه طنجه وفي المغرب كيجيو وكيحنيو له كيسجدوا له. نعم هيدا هو لازم الطياره وما ساجدين حانيين كيبوسوا له اليدين. نعم دوله الذل، دوله المهانه، دوله اللا كرامه هي المغرب، مغربكم. والله يمه ما عندي يمه انا نقول شي عجب. اي مسؤول في العالم يوصل لشي ارض اخرى والشعب ديالو والمسؤولين ديالو يمشيو يستقبلوه يبقاو يحنيو له، ما كايناش هادي، كاينه عندكم غير نتوما. وبالمناسبه هذا الملك سلمان اخوتي، سلمان بن عبد العزيز، الصيف ديال 2016 قبل ما يهود لطنجة كان مشى لفرنسا وكرا واحد المنطقه هيدا، واحد الطريف د البحر هيدا صغير فهمتي، فيه شي 100 د المترو ولا 50 د المترو فهمتي كيفاش، عملوا له السلوكه شي لعيبه بحال هيدا. الاوتيل اللي كان فيه كيهود بالدروج ديال السرسول هيدا شي لعيبه حتى التالي، حيت شارف وفيه الخرف والمرض والزهايمر. المهم ربي سبحانه وتعالى كيمتعوا هاد الايامات السوايع الاخرانيه اللي بقالو، حيت ملي غادي يدخل سقر صافي غير تما الى ابد الابدين. ما علينا، هذوك الدروج كان كيهود بهم حتى التالي اخوتي. ها ركزوا مع الهضره، ها اوكي، واللي ما كيفهمش اللهجه ديال الشمال يحاول يفهمها. الله يجازيكم. كيهود في ديك الدروج الملك سلمان بن عبد العزيز حتى التالي كيف الزق الرجيلات ديالو وكيرجع ولا ما عرفتش كامل. المهم ولكن في ديك الطريف ديال الارض هذا، ديك الطريف الشاطئ عاملين له السلك. الفرنسيس كيعوموا هنايا وهو والحاشيه ديالو هنايا. ناض الشعب الفرنساوي في ديك الوقت هذاك وكانوا غادي يعملوا ثوره في فرنسا، قالوا لهم شنو هذا الشيء هذا؟ كيفاش حنايا في بلادنا كنعوموا في بلادنا وهاد خينا هذا ما جاي من عند الاعراب تنزلوا له السلك يعوم بوحدو؟ علاش حنا شنو فينا 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 الجدري فينا فينا الجدام ولا كيفاش؟ فاضطر ان يغادر فرنسا ويجي للمغرب. والمغرب ملي وصل للمغرب تحكي الحكايه وبلا هاريز واشقه ردها كامله، ماشي 100 المترو اخوتي. قال لك ملي كان سلمان في طنجه في الصيف ديال 2016 ومعه ابو منشار ومعه ديك الاعراب احفاد ابا سفيان واحفاد المفندق والمزندق الجهال الضباع الجاهليون، ملي كانوا معه تما في التالي طنجه قال لك دا اشقر كامله والجيش المغربي كامل كيحميهم. عفوا ماشي الجيش المغربي، الجيش الملكي كيحميهم والدرك الملكي كيحميهم والدي اس تي كتحميهم ولاجيت كتحميهم، كلشي كيحميهم. هيدا كيحمي الاسره المالكه والشعب المغربي كيعوم في بوخرارو، كيعوم في التالي ديال شنو منقدم، تعقلوا على منقدم. لا ماشي مول قديم، مول جديد وقيلا مول جديد. فين كاين ديك بوخرارو؟ عرفتوا ديك بوخرارو ديال اوتيل مالاباتا؟ تما صيفطوا بيبل يعوم تما والسواعده كيصطابوها في اشقر وفي بلا هاريز. علاش الشعب مدلول؟ هذا هو السبب. واش سمعت شي لك؟ المهم هذا المغربي هذا اللي سمعتو كيهضر، خصكم تبقاو تهضروا بحالو باش يتعود المغرب. ملي تشوفوا المغاربه كيهضروا بهذه الطريقه اخوتي، وخصوصا ملي كيذكروا الاسماء ديال المسؤولين ها وكيتكلموا عاديا، عرف بان المغرب يخطو خطوه ثابته نحو التقدم والازدهار. ما حدكم كتهضروا بهذه الطريقه المعهوده، سيدة وسيدة الله يسر سيدة عاش الملك. عرفوا راسكم غادي تبقاو حدا ودي بند بدي بند دي 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 بان حتى النهايه. هادشي اللي كاين. نعم راه شفناهم الله يسر، الديور كيريبوا عليهم، الديور كيريبوا عليهم كيطيحوا، وقع واحد الزلزال ولا شي لعيبه هيدا. المهم ديك الاحياء القديمه في شي مدينه هيدا، ها الديور كيطيحوا هيدا كيريبوا وخارجين هيدا خارجين يعني نقدوا راسهم يعني باعجوبه، وخرجوا من ديك الردمه فوق منهم وخارجين هيدا بالغبابر، هما كحل وسمر ورجعوا بيض بقاو يس الغبابر اللي على وجههم وكينفطوا وكيموتوا وكيهضروا على الموتى تما والقتله. عاش الملك عاش الملك، ما تفهم والو، بنادم كينفط عليه الغبره ديال الموت وكيقول عاش الملك. والله ما تفهم والو، واقيلا نمشي نتفرج كورة ونخلي هاد الفيديو هذا انايا وسهلا.
ما هنانيش قلبي وما هنانيش بالي، قلت ضروري نقول واحد الكلمه للتاريخ فيما يخص القضيه ديال الصحفي سليمان الريسوني الذي اعتبره شهيد حي. نعم شهيد حي. نعم الكلمه اللي غادي نقول في هذا الاخ هذا والرفيق ديالو كذلك اللي كيتسالي الاسم ديالو رضا وقيلة، حتى هو واحد انسان طيب، وطبعا الطيبون هما اللي كيشبروا من المخزن، واش المخزن غادي يدخل الاراضي المهم معلم. المخزن اخوتي المخزن خصو الصحفي وخصو الموقع الالكتروني وخصو الجريده اللي تكذب على الشعب وتدهمس الشعب. الدكتاتور يريد الصحفي الذي يقول للشعب ماذا يريد الدكتاتور، ولا يريد الصحفي الذي يقول للدكتاتور ماذا يريد الشعب. هذه القضيه. الدكتاتور في طبعه شخص مريض، شخص متهور، يعاني من جنون العظمة، يعاني من جنون العظمة، هذا هو الدكتاتور. الدكتاتور، أنا القانون، أنا الدستور، أنا النمرود، أنا فرعون، أنا الطاغوت المجنون، كل العبيد والعياش من حولي يركعون ويسجدون ويسبحون ويصرخون عشت أنا ولا عاش الشعب المطهون. بقات النقطة ديال الأستاذ عبد الباري عطوان اللي شفنا له الفيديو ديالو هذا النهار هذا، طبعا هو تكلم على الوفاة ديال الأخ ديالو، بدورنا كذلك نعزيه في وفاة أخيه الأكبر. نعم المهم هذا ليس موضوعنا. إنك ميت وإنهم ميتون والبقاء لله تعالى. شفتوا كيشكر في الفيديو المغاربة حيت رفضوا يسكنوا السفير الإسرائيلي. الأستاذ عبد الباري عطوان في هذا الفيديو الأخير كيعطي واحد الانطباع خاطئ جدا، وهو يحكي عن قضية السفير الإسرائيلي، فهمتي؟ كيقول لك وإنني أتعجب وإنني فخور بالشعب المغربي وبالمغاربة أنهم رفضوا أن يسكنوه معهم كذا، فهمتي؟ كيعطي واحد الانطباع وكأن الموقف الشعبي هو نفسه الموقف الرسمي في المغرب، وهذا غلط، هذا غلط. والنقطة الثانية هي أن الأستاذ عبد الباري عدوان مع احتراماتنا الكبيرة له ربما جهل أو تجاهل بأن المخزن ربط قضية السفارة والاعتراف الشامل والتبادل المطلق للسفراء ربطوا بقضية ماذا؟ قضية كيف ستتعامل إدارة بايدن مع تغريدة ترامب. فهمتوا كيفاش؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ المخزن ملي جات المرحله بايدن ها وكان هو ديجا طباع قال لهم شوف قضيه ديال فتح السفارات في تل ابيب وفي الرباط واقفه على موقف الاداره الجديده من تغريده ترامب، يعني واش بايدن غادي ينساق مع ديك التغريده ولا لا. دابا حنا طبعا كنتكلموا وحنا يعني من ديك المنطلق انه بايدن ما عنده حتى علاقه مع ترامب وترامب ما عنده حتى علاقه مع بايدن، الحزب الجمهوري ما عنده حتى علاقه مع الحزب الديمقراطي والحزب الديمقراطي ما عنده حتى علاقه مع الحزب الجمهوري والبيت الابيض ما عنده حتى علاقه بهذا وهذا عنده كنهضروا بهذا المنطق، رغم انه امريكا كيحكموها الماسونيه، امريكا كيحكموها الناس اللي ما كيبانوش في الاعلام، امريكا ما كيحكمش الرئيس، اللي كينزلوا الرئيس هذوك هما اللي كيحكموا امريكا، وبه يتحكمون في مصائر شعوب العالم، هذه هي الحقيقة. المهم وقال لك سيدي هو كيأيد تحرير المغاربة لسبتة ومليليا وتحريرهم للجزر، الجزر الجعفرية وكذا وكذا، خصها تتحرر وهذيك المغرب، وهو يدين قرار الاتحاد الأوروبي كذا كذا كذا، فهمتوني؟ عبد الباري عطوان قال لك هو كيأيد تحرير مليليا وسبتة والجزر وإعادتها لسيادة المغرب. السي عبد الباري عطوان يا أستاذنا المحترم، يجب أن تعرف بأن الشعب المغربي بغي يتحرر من العصابة التي تحكمه هي الأولى. أنا في الحقيقة ما بقيتش عارف القضية ديالك أستاذ عبد الباري عطوان، واش تما شي مغربية عاملة لك شي تيبيخة ولا شي لعبة مخابراتية؟ دفاعك المستميت عن المخزن بدأ يدخل الشك إلي ولملايين من الشعوب الإسلامية، أو لا لملايين من الشباب والنساء والرجال، تخربط كاع. المهم أنتم عارفين القضية، وما قلتلكمش سردوا لي باش نمشي نعمل التلقيح، أوي، وقالوا لي اتصل بنا باش نديرو لك موعد باش نلقحوك ضد كورونا، بالحق أنا قلت بلاتي، بلاتي نفكر.
واش غادي تلقحوني بهذا بفايزر ولا بسكيوار ولا بكا؟ قلت عليا عشان نتشاور مع الطبيب تاعي اخويا. يقول لي شمن تلقح اللي يصلح ليا. والله العظيم قلت له بلاتي، رديت عليهم قلت له بلاتي حتى نتشاور مع الطبيب ديالي وكذا، هو اللي غادي يقول لي. ماشي تسمعوا الطبيب ديالي زعما بانني حاله خاصه، كمواطن اوروبي عندي الطبيب ديالي، هادشي اللي كاين، ماشي بحالكم نتوما. كذلك شريت هذا، شريت التسبيح، نسبحوا شويه، صافي الدنيا علينا تفنى، ما بقى والو، كنتو غير نتوما في عاشه في العشعوشه في العياشه، وموعد ظهور الامام المهدي قد اقترب، نعم، وهذا يتطلب منكم ان تستعدوا للملاحم الكبرى، وانتوما مازال مدوخكم الاله المخزنيه بمداوله وبشميسه وبروتين اليومي وبنيبه، وتبقوا على خير.